يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم وينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه وفطور الهنا على الجميع ان شاء الله، وربي يتقبل منكم الطاعات ويتقبل صيامكم ان شاء الله. ابتدا مشوارنا لهذا اليوم من برنامج اربح مع زاكروس، برنامج العائله العراقيه. بدايه اذكر بجائزه البرنامج اللي قيمتها وقدرها 3 ملايين دينار عراقي. أكيد البارحة ربحت ويانا المتسابقة اللي حزر الشكو داخل الحقيبة. يا ترى اليوم أكو وحدة صاحبة حظ ونصيب مثل مشتركتنا مال البارحة وتعرف شكو داخل الحقيبة وتربح 3 ملايين دينار عراقي بدون ما تدخل للقرعة؟ خلي نشوف العلم عد الله. بداية أكيد عندنا كثير من الفقرات اللي هي مجموعة من الأسئلة المتنوعة، من بعدها عندنا فقرة الأمثال وفقرة فخمر والسعد اللي مطلوب من عندك تردد 5 مرات، وإذا غلطت مرت الثانية تعيدها. من بعدها عندنا فقرة الحقيبة. شباب شابات عوائلنا الطيبين، أكيد أرقامنا موجودة أسفل الشاشة، أنا أنتظر اتصالاتكم على أحر من الجمر، وكذلك أنتظر مشاركاتكم، مطلوب من الكل يحضرون مشاركات، لأن مثل ما تعرفون هو برنامج ترفيهي ده نغير جو إحنا وكل العوائل ده شاهدنا. يلا راح يبتدي مشوارنا لهذا اليوم على الخير على المحبة، ونقول ألو وليد. ألو السلام عليكم، شلونك وليد؟ عليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم عليكم. رمضان كريم عليك وعلى الجميع إن شاء الله. أخباركم شلونكم؟ والله بخير ربي يسلمك، أنت شلونك؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله والشكر. وليد من وين؟ من دهوك. من دهوك يا مية هلا وألف تحية لهن بدهوك. بيكم أكثر رحمة الله. الله يسلمك. يلا بما أنه أنت أول مشترك راح أطرح عليك أول سؤال. سؤالنا نعم؟ ليش ما انا اسالك؟ شلون؟ اسالكم انا ما يصير؟ ها انت تسالني؟ ايه يلا اسال. بالرمضان قص الاظافر يفطر لو ما يفطر؟ في رمضان صبغ الاظافر قص الاظافر صبغ الاظافر قص ها قص الاظافر عبالي صبغ الاظافر لا قص نعم يعني أنت تقصد قص الأظافر هو يفطر في رمضان أو لا؟ طيب هو قص الأظافر أنا على ما أعتقد يعني باعتقادي أنه هو ما يفطر، لأن هو ما راح يدخل للجوف، هو أي شيء يدخل للجوف والإنسان يفطره. صحيح. أها الإجابة صحيحة؟ إجابة صحيحة. طيب ممكن تطين 3 ملايين دينار؟ بقل اسمك بالقرعة. شكرا جزيلا لك، تسلم لي، انت اللي دخل اسمك ويانا بالقرعه، شكرا جزيلا لك ولاتصالك. طبعا كلش افرح بالمتصلين المشاكسين وبطروحاتهم الحلوه باسئلتهم ومشاركاتهم، هذه اللي تدخل وتسوي جو ببرنامجنا، شكرا جزيلا لك ولاتصالك. اخذ اتصال اخر. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا بهالصوت الحلو. رمضان كريم. رمضان كريم عليك ونعاد بالخير والصحة والعافية. نور الشاشة مراوي. تسلمي لي حبيبتي، النور نور عيونك. من وياي؟ أمل مطر. أمل مطر، أمل من وين؟ بغداد. من بغداد، يا هلا بنات بغداد، شلونك؟ أبيك أكثر. أمل اليوم شو بحضرت لنا مشاركة؟ أنت ثاني مشتركة. والله ما أعرف. ما يصير والله ما تعرفين أمل، ما يصير. ما أعرف والله. طيب أمل. وياك. أنت ويا من تتابعين البرنامج؟ والله لوحدي. والله لوحدي، زين، إيش فطرتي؟ أيام دجاج سوينا. دجاج شنو؟ تشريب؟ تبسي؟ مرقة؟ تشريب. تشريب أحمر لو أصفر؟ لا أصفر. أصفر، ويا تمن أحمر لو شنو؟ لا اكيد ابيض. اكيد ابيض. الف عافيه على قلبك وعلى العائله. يلا يا امل، وصلنا لفقره الحقيبه. امل شو تقولين؟ شنو داخل الحقيبه لهذا اليوم؟ برايك شنو اللي يخطر في بالك؟ دجاج حمايه. شلون؟ جهاز حمايه. جهاز حماية. جهاز حماية. طيب خلي نسأل أنا وياك المارد،
خلي نشوف اكو جهاز حماية داخل الحقيبة. يلا يا أمل، هذا المصباح اسأليه. أمل يلا خلينا نسأل المصباح. يا مصباحنا، اكو داخل الحقيبة جهاز حماية؟ يلا. اها طيب انت هيك تقول؟ يابا ما ردنا يقول. هي الكهرباء وين؟ الحكومة وقاطعتها علينا، احنا شو نسوي بعد بجهاز الحماية؟ شكرا جزيلا لك ولاتصالك، وماكو جهاز حماية داخل الحقيبة، شكرا لك. يلا اخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. شلونك شوفك؟ اني بخير الحمد لله، انت شلونك اخبارك؟ والله الحمد لله زينة. أنا بالأربيل، أنا إبراهيم خوش مير عزيز. أنت من أربيل، اسمك إسماعيل؟ إبراهيم خوش مير عزيز. يا مية هلا إسماعيل. ألو ألو، وياك إسماعيل. إسماعيل أخواني. مية هلا، مية هلا، أتشرف بك، ألف تحية لأقليم كردستان العراق. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا. طيب إسماعيل، شنو رأيك بالبرنامج؟ أنا إبراهيم خوش مير عزيز. إبراهيم. إيه. يلا إبراهيم، بس لا تصير عصبي. لا عادي أنا مشوش. أنت شنو؟ أنا مشوش، أنا أول بالداخل البرنامج. أنت متزوج؟ إيه متزوج، أنا متزوج، أنا عربية. أنت متزوج عربية، ترى والله ما خطبك، ما عندي هيك نية. والله أنا ما أعرف عربي تقريبا نصفه. انت ما تعرف عربي وماخذ عربيه. ايه ان شاء الله ماكو فرق، والله يسعدكم. شلون بنيتنا زينه يمك؟ كل العراقيين الحمد لله. امين يا ربي. يلا اطرح عليك سؤال. تفضل. زين، راح اقول لك مثل واريدك تكمل لي المثل. اذا يمك المدام هي راح تكمل المثل، تمام؟ تمام. يلا مثلنا لهذا اليوم يقول الماي سوق مرضعة. شنو تكملة المثل؟ شنو الماي سوق مرضعة؟ والله ما أعرف غير السؤال. ماما سؤال سهل. سؤال سهل. طيب صعب يعني هذا عليكم؟ يلا راح اطرح عليكم سؤال. سؤالنا يقول من هو النبي الذي لم يؤمن به احد من قومه؟ من هو النبي الذي لم يؤمن به احد من قومه؟ هود عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، لوط عليه السلام، نوح عليه السلام. ها ابراهيم. نوح. تثبت على هاي الإجابة؟ اوكي. اتأكد منها 100%. 100%. ها؟ زين. ها؟ الو. الو ياك. نوح. نوح، هذا هو، ثبت على هذه الإجابة؟ إيه. عاشت إيدك وأحسنت وإجابتك صحيحة ودخلت ويانا بالقرعة، وشكرا جزيلا لك ولاتصالك. سمعونا صفقة يابا للمشتركين، ما يصير هيجي، وين المخرج؟ شكرا جزيلا لك ولاتصالك. آخر اتصال آخر. ألو ألو. عليكم. ألو، مساء الخير، رمضان كريم. رمضان كريم. أهلا عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صادق علي من البصرة. صادق علي من البصرة، حي الله للبصرة، شلونكم؟ حي الحمد لله، الله يخليكم. الحمد لله، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. على الجميع إن شاء الله. سولف لي شلون الأجواء الرمضانية بالبصرة؟ والله الأجواء بخير ونعمة، ونسأل الله إن شاء الله تدوم هاي الأجواء، الحمد لله والشكر. آمين يا ربي، الله يديمها إن شاء الله على الجميع. على الجميع ان شاء الله. يلا ابن البصره، اليوم شو محضر لنا مشاركه؟
والله اليوم للاسف ما في شيء طالع. ليش؟ جاي تظهر يوميا ما ادري حصل يوم ما ادري شو حصل. اها اليوم حصلت وما محضر لنا شيء؟ الحمد لله. لا والله. يلا ابن البصره شكو داخل الحقيبه؟ داخل الحقيبه ان شاء الله نقول قلم. داخل الحقيبه قلم. طيب من وياك دي يتابع البرنامج؟ والله انظر انت وزوجتك. تحياتي اليك ولزوجتك. تثبت على هذه الاجابه؟ والله نثبت. تثبت. طيب انت يا مرحله دراسيه وتوقفت؟ والله انا مخلص متوسط وحولت على صرت منتخب بعد ما قدرت اكمل. اها حلو. يلا خلينا نسال انا وياك المارد ونشوف اكو داخل الحقيبه قلم. زين المارد يقول قلم جاف لو رصاص. هنا المشكله احنا قلم جوا دبرنا النوبه جاف ولا رصاص؟ والله هذا ماردنا مراوغ ما تخلص منه. هاي المشكله عم نريد المسكم دخلونا القرعه شو ماتا. طيب وهو يقول انا شو علي غير ده اسئله غير هو اللي يعرف شكو داخل الحقيبه؟ لا اكيد جاف. اكيد جاف. يلا زين المارد يقول خطك حلو لو لا؟ يعني يعني اها يعني مو كلش. لا زين الحمد لله. زين الحمد لله. طيب يقول المارد بما انه انت خطك مو حلو فماكو قلم. شكرا جزيلا لك ولاتصالك وتحيه طيبه لاهلنا بالبصره. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى جميع العراقيين. غازي احمد وياك. غازي هادي؟ غازي احمد. غازي غازي احمد. غازي من وين؟ من الموصل. من الموصل. يا اهلا وسهلا بك على راس الشرف بك. الشرف انا. شكرا جزيلا غازي. نعم. شلون الاهل بالموصل؟ والله زين الحمد لله. شلون الموصل؟ شلون الاجواء الرمضانيه؟ سولف لي. والله اجواء الموصل حيل حلوه حيل يعني حيل زينه. الحمد لله الحمد والشكر لله. الله يديمها عليكم وان شاء الله منصورين. الحمد لله على اجمع العراقيين. امين يا ربي امين يا ربي. بردا وسلاما ان شاء الله على كل محافظات العراق العظيم وعلى كل المناطق اللي ببغداد. طيب يلا اطرح عليك سؤال. نعم. يلا سؤالنا يقول من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ يحيى. نعم نعم قول. يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام، يونس عليه السلام، آدم عليه السلام. عيسى. عيسى؟ من هو النبي الذي مات ولم يولد؟ عيسى انولد وعاش. نوح. ثبت على إجابة واحدة. آدم. آدم. آدم عاشت إيدك وإجابة صحيحة وشكرا جزيلا إليك ولاتصالك. يلا باي باي. خل آخذ اتصال آخر. مشاهدينا الكرام مشتركين حضروا مشاركات تمام. يلا حتى شوية نغير أجواء. إحنا أكيد هسه كثير من العوائل فطروا شبعوا الحمد لله وارتاحوا ودي يغيرون أجواء ويانا. يلا آخذ اتصال. ألو. ألو. مرحبا. مرحب مية هلا. لون عيني. يسلمك ويخليك. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. على الجميع إن شاء الله. من وياي؟ يوسف كريم من بغداد. يوسف كريم من بغداد. يوسف كريم من بغداد. شلونك يوسف؟ والله بخير أنت بخير. الحمد لله. يوسف اسمن على مسمى أنت لو لا؟ أكيد طبعا. طيب يا يوسف. عيني. يوسف شو محضر لنا مشاركة اليوم؟ والله ما محضر شيء حاليا. ها ما محضر شيء حاليا. طيب يوسف ايش فطرت؟
والله كباب شوي هالمره. كباب شوي دجاج لو لحم؟ لا لحم اكيد، ما احب الدجاج. ها ما تحب الدجاج. طيب يوسف انت بيا منطقه بغداد؟ انا بالامين. انت بالامين، يلا يوسف راح انطيك مثل واريدك تكمل لي هذا المثل، شلونك بالامثال؟ والله يعني مو كلش بس يعني مو كلش، يلا اساعدك انا وياك. اوكي. طيب يوسف عندي مثلنا يقول الماء سوق مرضعة، سوق العصا ما ينفع اعتقد. عاشت ايدك وصحيح. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، وبالفعل الماء سوق مرضعة، سوق العصا ما ينفع. كل انسان يعمل باصله وبتربيته، ما يفيد البسط. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو، مخرجنا الطينه العامه ليش هيك اليوم؟ الو ايه هسه طيتنا عامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم ان شاء الله. رمضان كريم عليك وعلى الجميع ان شاء الله. من وياي؟ حازم محمد مخلف من بغداد. حازم محمد مخلف من بغداد. من بغداد، شلونك حازم؟ حازم وياك وياك. تسمعني؟ رحت اسمعك اسمعك. عبالي ما تسمعني، شنو الاخبار؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله، انت وياك من تتابع البرنامج؟ انا والعائله. انت والعائله، تحياتي لك وللعائله. طيب حازم. نعم. شو محضر مشاركه اليوم؟ والله كيف استردون. يلا اي اجل كرم، شوفوا هذا اللي يريح القلب، راسا قال بكيفك بكيفك. انت شو محضر لنا اليوم حازم؟ هاي اكو طالب اي بالكليه، كان يحب له وحده ويا 4 سنين بالكليه. نعم. فاخر سنه شافوا اصدقاء قالوا له ايش فيك؟ شو علاقتكم مو طبيعيه؟ مو اساس تتزوجون؟ اي. قال لهم اكو حفله وراح اشارك فيها وراح تعرفون من خلال القصيده مالتي. حلو. اي فقال الله اكبر يا زمان الله اكبر، وقت دولاب ما تبت يوم دولابه يفتر. الله. بنيه ميزتها التواضع والشفايف ذهب سنتر. ابنية حبها 4 سنين، ثاني عشرتنا الطويلة بسرعة تنكر. الله. البارح شوياها على الخطوبة تقول لي 10 مليون المقدم هاي من خير المؤخر. ثاني يوم جتني مغيرة تسريحة شعرها، كيف تقول لي تعالي تسمع شروطي، أريد بيت أحلى الغناء وبجمن وهليكوبتر. قلت لها يا بنية أنا ما أقدر، صيغت أمي بعتها وبعت أكثر. اليوم تبنين بيت على الغناء وباكر سفر سفر لليونان ومدوان الروح. اليوم نسهر المهدوم وارجع لبغداد، بغداد معشر صدق معشر. الله. من تد السلام تلاقي مثله وبعد اكثر. مو هنا من تد السلام تقول له هاي، من تقول لها مدع الله تقول له باي. سترك يا ربي يا بنيه لا تبغين يما خاف وحبك بعد اكثر. التوبه من شن يا بنات الاثنار، الحجر مثل الفجر. خلوا رجع لبغداد والسلام عليكم. الله صح لسانك وشكرا جزيلا لك ولمشاركتك الاكثر من رائعه. صح لسانك واكيد انت دخلت ويانا بالقرعه. شكرا جزيلا لك ولاتصالك. يلا اخذ الو اخر. الو 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 الو. السلام عليكم، رمضان كريم علينا وعليكم. على الجميع ان شاء الله. من وياي؟ محمد. محمد صباح. محمد شنو؟ محمد صباح. محمد صباح من وين محمد؟ من الأنبار. مية هلا وألف تحية من بغداد لحد الأنبار. على راسك. يسلمك ويخليك. شلون الأهل بالأنبار؟ شلون الأجواء الرمضانية؟ والله بخير الحمد لله على الله. الحمد لله، عساكم دوم بخير يا ربي. دوم. طيب أنت ويا من تتابع البرنامج؟ أول مرة أتصل عليكم أنا. أول مرة تتصل، بس أنت متابع البرنامج مسبقاً لو أول مرة هم تشوفه؟ لا والله صار لي مدة أتصل عليكم ما حصل. أها، ألو؟ أسمع. ألو؟ أسمع أسمع. ها تسمع، طيب. يلا محمد. ها. اليوم شو محضر لنا مشاركة من الأنبار؟ والله ما محضر كل شيء. ليش؟ والله ما محضر. محمد. حتى وياي. ليش ما محضر شيء؟ والله ما محضر. طيب
أطرح عليك سؤال تمام وراها أريد منك أنت تعطيني مثل. ألو ألو يا كان أسمعك أنت تسمعني؟ أي أسمع تسمع. يلا أي سؤالنا يقول من هو النبي الذي يصوم يوما ويفطر يوما؟ سليمان عليه السلام، داود عليه السلام، إدريس عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. يصوم يوما ويفطر يوم. اي يصوم يوم ويفطر يوم. بس الاختيارات اعيدهن؟ الاختيارات يلا اعيد الاختيارات. سليمان عليه السلام، داود عليه السلام، إدريس عليه السلام، إبراهيم. ها محمد انقطع الاتصال مع الأسف محمد من الأنبار، أكيد دخلت أنت ويانا بالقرعة. شكرا جزيلا لك ولاتصالك. أرجع وأقول ألو 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 كيف تسمع؟ ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. علينا وعليكم. عليك وعلى الجميع إن شاء الله. من وياي؟ ابتهال حسن من بغداد. سهاد؟ ابتهال حسن من بغداد. ابتهال حسن من بغداد. شلونك ابتهال؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ابتهال انتو يا من تتابعين البرنامج؟ اني وماما وبابا. انتو وماما وبابا تحياتي لهم. لمين؟ طيب هاي من صفك؟ بابا. تحياتي لكم، ما شاء الله عليكم مبينين عن عائله صدق راح تشاركون بالبرنامج وتسوون جو. نعم. الو الو ياك وياك ابتهال وياك. شو محضره اليوم مشاركتي والعائله؟ والله ما عندي مشاركه، اريد سؤال. لا ابتهال. والله يلا ابتهال. سؤالنا يقول من هو النبي الذي كفل مريم عليه السلام؟ يحيى عليه السلام، يعقوب عليه السلام، زكريا عليه السلام، يونس عليه السلام. من هو النبي الذي كفل مريم عليها السلام؟ النبي الذي كفله؟ من هو النبي الذي كفل مريم عليه السلام؟ زكريا. زكريا. ثبتين على هذه الإجابة؟ اي مثبتة. من انطاش الجواب؟ بابا. يلا صفقي للبابا. شكرا جزيلا لكم ولاتصالكم واجابتكم صحيحه ودخلت ويانا بالقرعه. يلا اخذ الو اخر. الو 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 الو. مرحبا. مرحب مية هلا. شلونكم؟ رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. على الجميع ان شاء الله. رمضان كريم وربي يجعلك من عواده. الو نصيلي صوت التلفاز لو سمحت. نعم. طيب من وياي؟ امجد محمود من قضاء الشيخان نينوى. امجد؟ امجد محمود. امجد محمود يا اهلا وسهلا امجد، شلونك؟ نعم. قضاء الشيخان نينوى. هاي مره ثانيه اتصل بيكم والله. يا اهلا وسهلا اتشرف بيك. يا اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا. يسلمك. طيب اليوم شو محضر لنا مشاركه؟ والله ماكو مشاركة. إذا سؤال ليش؟ ألو ألو. طيب يلا شكو داخل الحقيبة. حقيبة ماكو سؤال؟ لا ماكو سؤال. حقيبة الحقيبة. أي شنو داخلها؟ هي شيء نستعملها يوميا لو؟ اي نعم شيء نستخدمه يوميا. يعني لازم كل يومية يكون موجود وياك. ادوات التجميل. ادوات التجميل او
أو مرايا، مرايا وأدوات تجميل مرايا يعني. مرايا؟ التجميل أو إيه مرايا وأدوات التجميل يعني. أها، أما مرايا أو أدوات التجميل. تجميل نعم. نعم، يلا خلنا نسأل الآن وياك المارد نشوف أكو أدوات تجميل أو مراية؟ يا الله يلا يا ماردنا يا الله يا ماردنا أكو مواد تجميل أو مراية داخل الحقيبة؟ أنت شنو تقول؟ هذه الإجابة صحيحة لو لا؟ يا الله اليوم أكو فائز ثاني يعرف شكو داخل الحقيبة والثلاث ملايين دينار عراقي ممكن تروح له بدون قرعة؟ شنو تقول انت؟ خلينا نسمع منك الاجابه. يلا. اها. انت هيك تقول؟ طيب. يابا ما ردنا يقول الحلو حلو لو يقعد من النوم، يعني ماكو لا مكياج ولا مرايه داخل الحقيبه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك ولاتصالك. اخذ الو اخر. الو 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 نعم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى الجميع. من وياي؟ علي ابو محمد من بغداد. علي ابو محمد من بغداد. علاوه ابو حسين نصي لي صوت التلفاز خلينا نسولف انا وياك. اي صح. يلا عاشت ايدك. تمام نصيت نصيت. شنو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. والله الحمد لله بخير. الحمد لله والشكر. طيب اعطيني اسمك الثلاثي لو سمحت. علي سكن سبهان. من وين؟ من وين؟ علي سكر سبهان. علي من وين علي؟ من بغداد. من يا منطقة بغداد؟ مدينة الصدر. مدينة الصدر، يا أهلا وسهلا بك وتحية لكل أهلنا وناسنا مدينة الصدر. الله يسلمك. أنت ويا من تتابع البرنامج؟ والله أنا والعائلة. أنت والعائلة، تحياتي إليك وللعائلة الكريمة. طيب الله يسلمك. الله يخليك ويسلمك. يلا شو محضر اليوم مشاركة؟ والله مشاركة ما عندي. لا شعر حلو أغنية حلوة. والله ما عندي أبد. منا منا ماكو أبد. أبد ليش ليش هيك بخيل؟ والله ما محضر. على العيد على العيد. ها على العيد. يلا طيب سؤالنا يقول يا علاوة راح نعطيك سؤال صعب ما دام اليوم ما محضر شيء. يلا ان شاء الله. يلا ما هو ترتيب شهر رمضان بين الاشهر الهجريه؟ السادس، السابع، الثامن، التاسع. ما هو ترتيب شهر رمضان بين الاشهر الهجريه؟ السادس، السابع، الثامن، التاسع، شو تقول؟ ترتيب رمضان. اي. ها عليوي. اختيارات مرة ثانية. أعيد الاختيارات؟ اي والله. السابع، السادس، الثامن، التاسع. يابا. السابع. السابع؟ زين انت سبيعي. نقول لو اجيت بشهر التاسع. انا العاشر. بس نقول السابع. التاسع؟ السابع. التاسع، اثبت على هاي الاجابة؟ نثبت ان شاء الله. عاشت ايدك علاوي واجابتك صحيحة ودخلت ويانا بالقرعة وشكرا جزيلا لك ولاتصالك. يلا اخذ الو اخر. الو الو
السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك شتمر وشلون احوالك؟ والله انا بخير، انت شلونك؟ والله انا كل زين، انت زينه؟ والله انا مو زينه، مو شجويده اليوم. ليش؟ ايش بيك؟ والله وجعانه. ايه ما بيش غير العافيه ان شاء الله. ايه عافي قليبك يا بعد قلبي. الله يسلمك، يسلم قليبي. من وياي؟ صابر صابر. صابر صابر يما مية هلا. الله يسلمك. دقول هاي الاجواء الحلوه من يسويها؟ هلا تتبرك. شلونك اخبارك؟ الحمد لله بخير، انت شلونك اخبارك؟ يسلمك ويخليك. شنو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله الحمد لله، اذا انتم زينين احنا زينين. الحمد لله، نعمه فضيله من رب العالمين. الحمد لله. طيب صابر اليوم شو محضر لنا؟ والله بحضر تدري بي انا بعد شو محضر. طيب صابر من بغداد انت مو صحيح؟ اي من بغداد، بس انا ترى اسجل باسم علي صبار. اها علي صبار. اي اي. طيب يلا اليوم شو محضر لنا؟ اقول من قلت لي احبك مو حكي لسان. اها. ولا من قلت لي احبك مو حكي لسان، اثبت لي بالله شلون حبيت. انا بمحبتي عندي برهان، اذا تعطيني اسم ما اعطيك تكليف. الله صح لسانك. هاي انا هاي اللي هو مقابيلي قال لي. اها. بس انا شو راح اقول له؟ اقول له من قلت لك احبك، من قلت لك احبك مو حكي لسان. ولا عندي محبتك مصلحه وغايه. وما ابيعك يا الحبيب ايش ما تمر سنين والروح تحبك تبقى شرايه. الله. مثق تعال نروح للعباس وتعنا من بيتي ونمشي المشايه ونوصل للكفيل ونلزم الشباك واحلفك احبك واعقد الرايه. الله. صح لسانك. الله يسلمك. الله يسلمك. صابر اليوم همين اكو بشر يستاهل تحبه هيك حب؟ والله اكو. اكو؟ اي اكو نعم. ها يعني الدنيا بعدها بخير؟ اي لو خليت طلبت. اكيد. اي لا لا اكو 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 بعد عالمنا بخير ترى. اه الحمد لله زين. صابر يحب لو لا؟ ها؟ صابر يحب له لا؟ شلون ما احب؟ ها تحب؟ اي طبعا. يا الله هم زين اكو رجال اعترف. اي طبعا احب. مو الزلم ما تعترف؟ لا ما عنده حد ابد. لا 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 ما فيش حكي، هذا اذا جات في الصدر. اها عاشت ايديك، هي هاي اللي اريد اوصل لها. شكرا جزيلا لك ولاتصالك، شكرا لصديق البرنامج واكيد دخلت ويانا بالقرعه. اخذ الو اخر. نص صوت التلفاز لو سمحت. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. على الجميع إن شاء الله. من وياي ومن وين؟ محمد، محمد رشيد أحمد من الموصل. محمد؟ إيه نعم. من الموصل محمد، شلونك محمد؟ والله الحمد لله بخير، شلونكم أنتم؟ والله الحمد لله بخير. محمد أنت ويا من تتابع البرنامج؟ والله أنا والعائلة. انت والعائله، تحياتي لك وللعائله الكريمه. محمد اليوم شو محضر لنا؟ محمد نص صوت التلفاز. الو ها محمد. الو الو اسمعك اسمعك. يلا محمد شنو داخل الحقيبه؟ فلوس الداخل الحقيبه. فلوس؟ فلوس الداخل الحقيبه. فلوس داخل الحقيبه؟ اي نعم. فلوس داخل الحقيبه، تثبت على هذه الاجابه؟ اي نعم فلوس. يلا فلوس، خل نسال المارد انا وياك. ان شاء الله. يلا. يا ماردنا اكو داخل الحقيبه فلوس؟ ايه فلوس مصاري. خلي نشوف ماردنا شو يقول. اكو فلوس داخل الحقيبه لهذا اليوم؟ يا ترى الجائزه همينة راح تروح لاحد المشتركين بدون قرعه؟ شو تقول ماردنا؟ اكو فلوس لو ماكو فلوس؟ اها المارد يسأل استلمتي راتب لو لا؟ لا بعد ما مستلمة راتب لحد الآن.
طيب بما انه انا ما بستلم راتب معناته ماكو فلوس داخل الحقيبه. شكرا جزيلا لك ولاتصالك. ماكو فلوس داخل الحقيبه. اليوم ايش قد بالشهر؟ اليوم واحد بالشهر بعدنا، مو هسه الراتب بعد. يلا اخذ الو اخر. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم. الله اكرم، تحياتي لكم ولقناه زاغرس والى جميع الشعب العراقي. يا اهلا وسهلا ونتشرف بك، من ويانا؟ معك محمد عيد الطراوني من المملكه الاردنيه الهاشميه. محمد؟ محمد عيد الطراونة. محمد من المملكة الأردنية الهاشمية. من المملكة الأردنية الهاشمية، يا أهلا وسهلا بك، شلونك محمد؟ الله يعزك يا ربي. الله يسلمك ويخليك. حضرتك أنت يا من تتابع البرنامج؟ دائما بتابعه أنا، بس ما بضرب اليوم، حاولت إني أنا أرن عليك حلو، اليوم صار لك نصيب إنه تحصلنا. الو الو، مع الاسف انقطع الاتصال. اكيد مشتركنا محمد من الاردن دخل ويانا بالقرعه. شكرا جزيلا لك ولاتصالك. اخذ الو اخر. الو 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 الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الجميع. من وياي؟ يحيى عبد الله من بابل. عبد الله؟ الو الو، وياك عبد الله. يحيى عبد الله من بابل. يحيى عبد الله من بابل، شلونك يحيى؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك يا خيي، رحم الله والديك. ووالديك الرحمه، شلون اهل بابل؟ بخير؟ والله بخير ونعمه الله، يسلمون عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، سولف لي شلون الاجواء الرمضانيه. الو الو، وياك يحيى. الو يحيى، وياك يحيى. اسمع صوتي ناصي، ما اسمعك. صوتي ناصي؟ اي والله. ها هسه. وهسه يحيى تسمعني زين يحيى؟ اي اسمعك اسمعك. كل زين، يلا يحيى شو محضر لنا؟ والله كل شيء ما محضر. لا شكو مخابر؟ كل شيء ما اقدر احضر كل شيء. يحيى لا شكو مخابر؟ ها؟ لا شكو مخابر؟ الحاضر غير بدي اسمع اصواتكم وشوفكم. يسلمك ويخليك يا طيب. الله يخليك، رحم الله والديك. والديك زين يحيى، يلا شو تريد؟ اسئله لو فقره الحقيبه؟ والله بكيفك، مثال فكر مثال شويه بسيط. مثال يلا. الدهده الجدر. الو الو، وياك يحيى. سمعت. يلا الدهده الجدر. ولقى قبقه. الله، لقيت قبقك لو بعدك يحيى. والله سيوني واقعة، بتكث الله وأهل البيت وبختكم وبختي سيوني، بس والله عندي خمس سنون. إيش بين سنونك؟ إيش وقعهن يحيى؟ والله وقع للحل لحالي. طيب يحيى، حتى لك الحالة، حتى لك القوة هذه وتي اللقبة. شلون؟ لك القوة هذه الصعوبة كلها بلع. والله مجنون وحاسه تعبانه، بركه الله واهل البيت ومروتكم ان شاء الله. طيب يحيى، انا ندق عليكم. الله يساعدك. واخيرا هم زين حصلت. وهذا هو حظ. اي والله اي والله، وان شاء الله حظك كبير عند الله. شكرا جزيلا لك يا يحيى، واكيد دخلت ويانا بالقرعه. وعلى الكادر وعليكم كلكم. شكرا جزيلا لك ولاتصالك يا يحيى. يلا اخذ اتصال اخر. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم علينا وعلي حياتك على الجميع ان شاء الله. من ويايا؟ ازهار من الانبار. ازهار من الانبار، يا مية هلا والف تحيه ازهار. نعم. شلونك اخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. اليوم ايش سويت فطور يا ازهار؟ والله لحمه بعدين. اي سوينا شوربه مغبلات رجل بسيط، خيرة رمضان. الف عافيه. عافيه. يلا اليوم شو محاضرة لنا؟ والله ما عندي محاضره، هسه قاعد انطي.
شلون؟ فقرة الجنطة. يلا فقرة الجنطة. يلا شو تقولي؟ شكو داخل الحقيبة؟ أقول بها مشط صغير. بيها مشط صغير. زين، انت شعرك طويل قصير؟ نعم. شعرك طويل لو قصير انت؟ لا والله قصير. قصير، يلا يفيدك المشط الصغير. طيب خل نسأل المارد انا وياك. يلا يا ماردنا، احنا نعتذر طبعا كل شوي ينزعج لان هو خطايا نايم. يلا يا ماردنا، اكو مشط صغير داخل الحقيبه؟ انت شنو تقول؟ موجود مشط صغير لو ما موجود؟ اها حلو. طيب يلا اقول لها ماردنا يسلم عليك ويخصك بالسلام ويقول الف تحيه لاهلنا بالانبار واعتذر منهم ماكو مشط داخل الحقيبه. شكرا جزيلا لك ولاتصالك واعتذر منك، اجابتك خاطئه. يلا اخذ الو اخر. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم، شلونك حبيبتي مراوي؟ رمضان كريم عليك يا عمري، شلونك اخبارك؟ تسلمين يا عمري، اشكرك. من وياي ومن وين؟ امل عطيه وياك. امل عطيه، امل من وين امل؟ من ذي قار. من ذي قار، يا اهلا وسهلا بيك والف تحيه لهن بذي قار. حبيبتي تسلمين، اشكرك. اهل ذي قار كلهم يسلمون عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله بخير. الله يسلمك، ان شاء الله بخير، نشوف وجوهكم ان شاء الله. حبيبتي شكرا جزيلا لك. يلا شو محضره لنا اليوم مشاركه؟ والله ما عم حضره مشاركه، تعطينا سؤال حبيبتي. يلا سؤال سؤال. طيب انتوا يا من تتابعين البرنامج؟ انا واختي وجهال اختي. انت واختك وجهال اختك؟ اي والله اختي مسلم عليكم وتخصكم بالسلام وعليكم. تدعي دائما تقول اي والله تقول بكت الله ونحصلهم، خطيه هي عندها ايتام حالتها كلش تعبانه. حبيبتي الله يوفقكم ويعطيكم الصحه والعافيه. انا قلت لها يعني اللي علي اتصل وشو وقت ما اربح لنا ادت. حبيبتي عمره انت، انا من راح اكمل وياك البرنامج اكيد تتواصلين ويا الكنترول وان شاء الله خير. ان شاء الله خطيه تقول ابدا خلي تنبر لابني ويكد على اخوانه، حالتها كلش تعبانه. الله يكون يعني بعونكم. ما تصدق عليها. الله يكون بعونكم ان شاء الله حبيبتي. اي والله ان شاء الله، ادعي لنا اليوم يطلع اسمي. أيوة ان شاء الله نصيحة. امين يا رب، ان شاء الله تكون الجائزه من نصيبكم، هذا اللي اتمناه من كل قلبي. اي والله انتم ما تقصرون، انتم كرماء. حبيبتي تسلمي لي، شكرا جزيلا لك. يلا سؤالنا يقول نعم ما هو الشيء الذي يفضل المسلم ان يفطر عليه؟ ما هو الشيء الذي يفضل المسلم ان يفطر عليه؟ شنو؟ مي لو التمر لو اللبن لو الخبز؟ دائما المسلم يحب يفطر وتكون بدايته بشنو؟ الو انقطع الاتصال مع الاسف، واكيد انت دخلت ويانا بالقرعه، وشكرا جزيلا لك ولاتصالك وشكرا لكل المتصلين وكل المشتركين. يلا وصلنا الى القرعه، اليوم ما حد حزر شكو داخل الحقيبه، اليوم عندنا قرعه، خلينا نشوف قرعتنا شنو تقول. اليوم الجائزة 3 ملايين دينار عراقي، وين راح تروح الألم؟ عد الله. يلا 1 2 بلاي. يا الله الأسماء موجودة، خلي نشوف اليوم وين راح تروح الجائزة. يوسف كرم من بغداد. يوسف كريم من بغداد، مبروك وألف مبروك عليك، وتتهنى بها إن شاء الله جائزة قيمتها وقدرها 3 ملايين دينار عراقي. مبروك مبروك مبروك، وإن شاء الله هذه جائزة خير وعافية عليك. يلا شباب نختم الطونة العامة.
يلا وصلنا أكيد إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، نتمنى أنه حلقتنا تنال إعجابكم واستحسانكم، نتمنى نكون خفيفين الظل على الجميع. أكيد إحنا مستمرين إن شاء الله مدام الله مطينا صحة وعافية وطولة عمر، وأكيد هذا البرنامج موجود وقائم إن شاء الله مدام إحنا نتنفس. يلا مشاهدين الكرام قبل ما أختم أحب أشكر مركز ألكساندر اللبناني، شكرا جزيلا لبراء صعب على الميك وعلى الشعر، شكرا جزيلا إلى أزياء روما كوزال، موقعهم أكيد بالمنصور وعندهم فروع أخرى في بغداد، شكرا جزيلا للكادر أكيد القائمين على البرنامج، وشكرا جزيلا لكل المتابعين وكل المشتركين، شكرا على حبكم وعلى احترامكم. أكيد أنا كنت وياكم بالتقديم مروة السعدي، باي باي.